على غرار ما تقوم عليه سياساتها كلها، تتعاطى الدوحة مع القضية الفلسطينية بإظهار ما يخالف الأفعال والحقائق. محمد بن جاسم وقطر علنا، يعني لما فتحوا المكتب ما كانش في أي موضوع فلسطيني في الاتفاقية. تحاول إيهام الناس بأنها الحاضن والداعم، فيما تلهث بكل الوسائل الدنيئة لتخريب أي جهد يرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد. بدأ ضخ المال دون العودة لنا، دون العودة لنا، ونحن عبرنا علنا يعني عن أسفنا لما أقدمت عليه قطر في هذا المجال. عام 2017 صدر تقرير أممي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كاشفا عن أهم المتبرعين والداعمين للفلسطينيين واللاجئين منهم على مستوى العالم. لا غرابة في غياب اسم قطر وحضور أسماء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت. فالدعم القطري محصور لهذه الحركات التي تستهدف تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وتحاول إيجاد مساحة لتنظيم الحمدين في غزة، أمر تنبه الفلسطينيون إليه جيداً، فقابلوه برجم موكب السفير القطري في غزة محمد العمادي وإشباعه بالإهانات والأحذية. فهذه الأموال كما يؤكدون لا تأتي من قبيل الحرص على القضية الفلسطينية، بل من أجل فتح طريق لبث روح الفرقة والفتنة بين أطياف المجتمع الفلسطيني.